اللقمة الأولى في صحن الغداء هو عنوان مقال اليوم لسارة مطر من صحيفة الرؤيا، والتي قالت فيه: أعرف جيدا أنه يكن الكثير من الاحترام لي، وأعرف أنها ودودة أكثر من اللازم، وأنها من الممكن أن تقدم لي جل ما أبتغيه منها، وربما تظن على نفسها بالأقل فقط لكي تسعدني. هي أو هو لا يتوقعان سوى الحب والعطاء المتبادل بينهما وبين المجتمع، لا يتوقعان أكثر من ذلك. هما لا يقدمان لي أو لغيري رشوة من أجل إكمال مسيرة الحب لكي أبقى طويلا في حياتهما، لكنهما جزء من المجتمع الذي علمنا أن اللقمة التي تكون في يدك عليك أن تضعها أولا في فم جارك قبل أن تزلقها في معدتك، حتى لو كنت راغبا وبشدة في التهام الطبق بمفردك. هذا المجتمع الذي علمنا أيضا أن الآخرين وحدهم من يستحقون مساعدتهم في لملمة أشيائهم، في إعطائهم الفرص للمسامحة والصفح من دون قياس، لا غنى من أفكارنا أن ذاتنا هي الأولى بأن نصفح عنها، أن نحبها أكثر من متعتنا في ترتيب حقائب سفرنا ذات صيف ساخن. ذاتنا هي الأكثر حاجة لأن نحتوي عذاباتها، صراعاتها، سقوطها المدوي أحياناً، عفويتها، بغضها وكراهيتها لبعض الأمور التي تمر بها. ذاتنا هي من تحتاج إلى اللقمة الأولى من صحن الغداء، إلى الطبطبة الهانئة والحضن الدافئ الليلي من أرواحنا، إلى الاعتذار والمسامحة، أن ننفض عنها جميع تراكمات غباء العصر الإلكتروني، وبعدها يمكن لنا أن نتولى حياة الآخرين ومشاعرهم المرتبكة. وتابعت الكاتبة: إن ما يعزيني في الإنسان العربي هي تلك المساحة الهائلة من مشاعره لقدرته الكبيرة على التسامح مع أخطاء الآخرين، وإن كان البعض يحتاج إلى وقت لكي يعيد ترتيب أوراقه، لكن الوقت الذي يستقطعه من حياته يبدو طويلا، غارقا في مواجهة نفسه، حازما في تأنيبها، مشتعلا يبحث عن الطرق الملائمة للعودة والمصافحة، وبعد مكابرة عنيفة يذهب هو بنفسه لكي يعتذر ويطيل النظر إلى الآخر حتى يتأكد بأنه قد قبل اعتذاره، على الرغم من أن الطرف الآخر يبدو أنه من أخطأ في حقه. وختمت سارة مطر: المسألة التي أود الحديث عنها أن هناك خللا في الإنسان العربي نحو ذاته، وكم أود أن يفهم الجميع مدى ثقل ميزانية ذواتهم وأنها أهم من ميزانية الآخرين في حياتهم. هي فقط ما تستحق العناء أولاً، وبعدها يأتي الآخرون بحرائقهم التي لا تنتهي.